مع عودة تساقط الأمطار تعود معها هذه المشاهد إلى الواجهة، وككل مرة تعيش الطرقات حالات كارثية، بالعات مسدودة، طرقات تحولت إلى أحواض للمياه، ازدحام مروري، كلها مشاهد روتينية لا يكاد المواطن الإفلات منها. ولا أرجوز على ربي، هي لأننا ما تمشيش بحويش تمشي باللي بوطو كومبينيزو يا. هنا ما تمشي باللي بوطو كومبينيزو. ما تقدرش تمشي هكا، طريطوار ما كاش، ما على بالهمش قاع، دوكا عند مقبلين نمشي جا السيد كروسا طرشني. واش حتى تهضر معاه، اش ما تدخل له، ما عندك ما تدخل له. لأصحاب المركبات معاناة مماثلة في حكاية المشاكل المترتبة، وحسبهم فإن المشكل نفسه يعاني منه أيضا حتى المشاة على الأرجل. كتصبش تولي بركة تعمى، تعمى ما تقدرش تعرف وين ترمي روحك، تخير الحفرة اللي تحط فيها، حوس على الحفرة الصغيرة اللي قل كبيرة، باش تطيح فيها يعني باش الإنسان باش على الماتريال تاعو على هذه، تشوف الدواء راهي كاع بركات، كاع تشوف يمشوا ما يقدرش يمشي هاك تشوف، ما يقدرش يمشي هاك تشوف برجله ما يقدرش يمشي. ها راك تشوفها برافا لابوي، برافا لابوي هاي ليك، إن بيست باينة، إن بيست باينة، إن بيست باينة كيفاش تمشي، أنت تمشي وبعد تلقى دي شامبيون حفرة وطيح، حفرة وطيح. عوائق بالجملة يعيشها المواطنون وأصحاب السيارات على حد سواء، فمع كل تساقط للأمطار يعود كابوس البالوعات للواجهة.